الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، صباح الخير، صباح الوطن، وصباح السعادة، وصباح أيضا الأمال الجميلة والأحلام المحققة بإذن الله. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح التي نطل من خلالها عبر تلفزيون سلطنة عمان يوميا من الآن حتى الساعة 11 صباحا، لنقدم لكم كل ما هو مفيد بإذن الله من محطات وفقرات وأيضا محطات حوارية. نتمنى إن شاء الله أن تأخذوا معنا أجمل وأحلى الأوقات من خلال متابعتكم لبرنامجنا، ودائما نحن نشكر متابعتكم الطيبة، خصوصا الأمهات اللي يكون لهم أيضا النصيب الأكبر لمتابعة برنامج قهوة الصباح. مشاهدين الأحبة، الآن مباشرة راح نستعرض لكم فقرات برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم بإذن الله. أولى محطاتنا مشاهدينا رح نتحدث أكثر عن ميزانية الأسرة وترشيد الاستهلاك، بالإضافة رح نستعرض لكم أخبار الصحف المحلية، ومحطتنا القادمة رح نتحدث أكثر عن نماذج إعلامية عربية، وفي فقرة تعلم رح نتحدث أكثر عن حسن التصرف على مائدة الطعام، وفي فقرة مواهب ومهارات اليوم إن شاء الله رح نكون قريبين من موهبة الإنشاد. هذه كل محطاتنا مشاهدينا لهذا اليوم، نتمنى لكم إن شاء الله صباحات سعيدة وجميلة. الآن رح ننتقل مباشرة إلى حالة الطقس، وبعدها إن شاء الله رح نتواصل معكم في فقرة الصباح وفي أولى محطاتنا، كونوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، مثل ما نقول نتمنى لكم إن شاء الله صباحات جميلة حافلة دائما بالإنجازات. الآن رح ننتقل بكم إلى فقرة الصحافة، ورح نستعرض لكم أهم الأخبار المحلية بإذن الله. الآن على شاشة البرنامج بكل وضوح أولى الأخبار في جريدة عمان، يقول الخبر: تنمية نفط عمان تسند عمليات صيانة كافة الآبار لخمسة شركات محلية. والخبر الثاني يقول: قريبا تدشين شركة قابضة للمنتجات المبتكرة في مجال النخيل. والخبر الأخير يقول في جريدة عمان: اليوم القبول الموحد يستعرض التسجيل للعام الأكاديمي 2018-2019. أما الآن ننتقل بكم إلى جريدة الوطن، مهرجان مسقط السينمائي يطلق فعاليات دورته العاشرة بحضور نخبة من نجوم الفن والسينما. والخبر الثاني يقول: التراث والثقافة تحتفل مع العالم باليوم العالمي للمسرح. الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية تقدم روائع وزرت في دار الأوبرا السلطانية. هذه كانت كل الأخبار المحلية مشاهدينا الأحبة، الآن رح ننتقل بكم إلى تقرير، وبعدها إن شاء الله رح نتواصل معكم في محطاتنا الحوارية، كونوا معنا. طائرة لشركة طيران بروكسل البلجيكية تظهر بحلة جديدة بعد أن رسم على هيكلها الخارجي صور لشخصيات سنفور الكرتونية الشهيرة.
هذه الطائرة ستكون خامس طائرة للخطوط الجوية في بلجيكا تحمل هذا الرسم الرمزي المميز، وتم طلاؤها بهذا الرسم في أوسترافا بجمهورية التشيك ما بين 19 و23 من مارس آذار. وقامت الشركة في أغسطس آب الماضي مسابقة للخروج بفكرة الشخصية التي ترسم على الطائرة الخامسة، ليقع الاختيار على فكرة قدمتها مارتا ماسيلاني لرسم شخصيات السنافر الزرقاء التي تعتبر من أكثر الشخصيات الكرتونية المحبوبة التي ظهرت في بلجيكا، والذين وصفتهم الشركة بأنهم أفضل اختيار ليمثلوا بلادهم. وبدأت خطوط بروكسل الجوية هذه المسابقات عام 2015، وكان من بينها طائرة رسمت عليها شخصية راكهام من مغامرات تانتان. كما حملت إحدى الطائرات أيضا رسما للفنان التشكيلي رين ماغريت، وأخرى للمنتخب البلجيكي الذي يحمل لقب الشياطين الحمر. يحيى خلف، رويترز. بكم من جديد مشاهدين الأحبة، نتواصل معكم في قهوة الصباح، وأولى محطات الحوارية إن شاء الله راح تكون مع وقفة نماذج إعلامية عربية، يعني إعلامية تركت بصمة واضحة أيضا بالعالم، وأيضا لها طموح جدا جميل، هي ترقية المرأة وتسعى أيضا لإنشاء امرأة عربية تكون لها بصمة واضحة بعالم الإنسانية. معنا الآن دكتورة سوسن السيد، إعلامية وأيضا صاحبة مؤسسة سوسن العالمية. أهلا وسهلا فيك دكتورة سوسن، وصباحك جميل. أهلا وسهلا فيك حوراء، اسمك أهلاً. اسمك كثير حلو. انت جميله دكتوره، اهلا شكرا. وسهلا دكتوره، يعني بما انك ايضا اعلاميه وكثير من البرامج اللي تقدميها ايضا تتحدث عن قضايا المراه، لماذا اخترتي هذا المجال بالضبط انك تتوجهي الى قضايا المراه؟ بتعرفي نحن بحياتنا بيكون عندنا كثير صداقات ومنعيش مع المراه بشكل عام. يعني انا من زمان، من انا وصغيره عندي علاقات كثير مع السيدات، فبتعرفي بيحكوا لي قضاياهم ومشاكلهم وصار في هيك مثل موده واخوه. فمن هون بلشت برامجي، يعني من البدايه انه انا كنت داعمه للمراه على طول، يعني دائما كنت ضد العنف ضد المراه وضد الاستهتار بالمراه، المراه نصف المجتمع. فكانت رسالتي من الاساس ببرامجي انه مسانده المراه من خلال ابراز دورها بكل المجالات، والحمد لله نجحنا بهالشيء. نعم، يعني قدمتي بالفعل العديد من البرامج التي تناقش قضايا المراه بشكل عام والمراه العربيه، وايضا الاعلام اساسا يمتاز بفعل بقوه العمل وايضا المصداقيه، واعتقد كل برامجك لها مصداقيه جدا الحمد لله. كبيره بعيد عن الذاتيه. لماذا؟ الحمد لله. هو الإنسان شخصيته بتبين ببرامجه، يعني السماحة بالشخص، شو عنده خلفية بحياته، هو كيف مربى، كيف هو بفكر بحياته، بتكون من خلال حواراته. فالإعلامي والإعلامية إذا ما كان عندهم الثقافة العامة وما كان عندهم الخلفية وما كان عندهم الهدف بكل أعمالهم وبكل حواراتهم، فأفضل ما يطلعوا على الشاشة. يعني مع الأسف نحن هلأ أصبحنا بزمن مش كل الإعلام هادف. أنا من الأساس أؤمن بالإعلام الهادف. نعم. مشان هيك الحمد لله برامجي، أنت ذكرتي البرامج من شوي كنا عم نحكي تحت الهواء. نعم. إنه في برامج أخذت صدى، لأنه لما عملت برنامج ملكات والحمد لله نجح نجاح كبير 10 سنين. نعم. مش إنه ملكة جمال بس اللي حاطة التاج على راسها، كل ملكة بقطاعها. ففتشت على الأثرات الحلوة اللي فعلا تركت اثر حلو بحياتها، وكنا نعمل معهم حوارات، وهيك كنا استمرينا 10 سنين. نعم. ببرنامج واحد جميل. يعني قدمتي العديد من البرامج، منها. نعم. ملكات وايضا امسيات وحوار خاص. ملكات لاقى بالفعل نسبه مشاهده جدا عاليه من قبل المراه، لانه ممكن يضم يعني كل شيء. صحيح. الجمال والثقافة وأيضا الرياضة، خلينا شوية نتكلم عن هذا البرنامج. والله برنامج كيف جاءت ملكات، الفكرة أنك أنت تعملي هذا البرنامج؟ برنامج ملكات ما بعرف كيف طلعت فكرته، يعني بتعرفي أنا اشتغلت لفترة طويلة باكتشاف ملكات جمال لبنان والعالم، فمن هون بلشت فكرة التاج.
انه هل هي الملكه بس اللي بتحط تاج على راسها بهالمسابقه؟ اكتشفت انه لا، في كثير ملكات غير متوجات بعرش الجمال. يعني حتى الام هي ملكه، ام الشهيد هي ملكه. اي انسان باي امراه اعطت بحياتها من قلبها ولمجتمعها بكل القطاعات هي ملكه جمال، تستحق ان تكون ملكه متربعه ببرنامجي. فعن جد اخترت اهم ناس طلعتهم على البرنامج، فصاروا عن جد حتى هن يحبوا يطلعوا. يعني الناشطات في الاعمال الخيريه بالجمعيات بالوزارات حتى بالبرلمان، فكلهم كانوا ضيفاتي وكلهم تقريبا حصلوا على نسبة مشاهدة من خلال هالبرنامج. نعم جميل. يعني ملكة أو لقب الجمال هي بداية محطة ممكن أن تكون وممكن أن تختفي أساسا، حتى ملكة أكيد الجمال سنة واحدة. بعد سنوات إذا ما كان لها أعمال سواء كانت خيرية أو إنسانية أو حتى أعمال تقدمها أساسا للمجتمع، فكيف تصفي لنا الجمال بالضبط؟ الجمال هو الخلق والخلق. يعني إذا الإمرأة كانت فقط جميلة بالشكل ومن جوا مش حلوة ما حتكون جميلة. يعني هلا هي حوراء اسم الله، مثل ما بيقولوا شكل، وحتى اللي جوا بيبين على وجهك قديش انت امراه جميله. فالجمال هو النقاء، هو السماحه، هو التواضع. يعني اكثر الجميلات ما عندهم تواضع، بيفتكروا انه بجمالهم هن حيقدروا يكونوا يقطفوا الانظار. لا، انا برايي بعد خبره طويله لما بدك تكوني جميلة بدك تكوني من جوا جميلة قبل، بدك تطلعي كل الجمال الجواني ليطلع على البراني. لأنه ممكن يكون من خارج حلو وجهك حلو كل شيء فيك حلو، ولكن أنت من جوا مش حلوة. فلا، الجمال بده صقل بالثقافة بالمطالعة بمحبة الناس. المحبة كمان يكون عندك انت تعطي طاقة إيجابية للناس. نعم. فهيدا كله بيعمل منك امرأة جميلة. نعم، مثل ما نقول دائما يعني الجمال الروحي أهم من الجمال أكيد. الخارجي بيكملوا بعضهم. الجمال الروحي بالفعل يعكس أساسا. فأنا بقول لهم هون ما تركضوا يا ستات على عمليات التجميل، مش الجمال بعمليات التجميل وبالنفخ وبالبوتوكس وبالهيدا، لا. الجمال هو إنه نحن نشتغل على إيماننا، كيف نطلعه بعلاقتنا مع الناس، بمحبتنا، بالطاقة الإيجابية. برجع بقلك أهم شيء الطاقة الإيجابية نحن نشتغل عليها لحتى نعطي كل شيء حلو فينا. نعم صحيح. يعني دكتورة، أن المرأة يجب أن تكون مثقفة، عندها ثقافة عالية وأيضا رياضية، مهتمة جدا بالرياضة أعتقد. وبداياتك أساسا في تقديم البرامج كانت والله بتعرفي كل شيء عني رياضية. صحيح؟ أنا أساسا رياضية وكنت كابتن منتخب لبنان بالكرة الطائرة، بس هلا بس هيك شوية مشي، ما في وقت. ما بحب السبور مثل قبل، بس إنه يعني أساسنا رياضي، منضل منحافظ شوي. جميل جميل. طيب دكتورة، من وجهة نظرك كيف ممكن إلى الآن كيف تلاحظي أساساً الإعلام العربي من خلال مناقشاته للقضايا، قضايا المرأة بشكل عام؟ في بعض المؤسسات الإعلامية عم تهتم صح، يعني بيناقشوا فعلاً القضايا صح، وفي محلات المرأة سلعة، يعني معتبرينها سلعة بس تطلع على الشاشة، حتى بتقديم البرامج تكون بس منظر. نعم. وتلفت نظر بلبسها وتلفت نظر. صحيح. فأنا ضد هالشي. لا، أنا بقول أنه في بعض الوسائل الإعلامية عم تنصف المرأة، عم تعطيها مجال أن تبرز القضايا بطريقة صح، وفي محلات أبداً. فخلينا نقسمهم بالنص، يعني نص عاطي المرأة حقها وعم بيخليها تبرز، يعني تبرز بالمحلات الصح، في محلات ابدا، يعني عم يستخدموها كامراه جميله لحتى تطلع وتبين مفاتنها بس. جميل. يعني المحتوى ممكن انه يكون جدا مهم. اكيد اهم شيء المحتوى. أيه. او الماده اللي قدمها اساسا البرنامج حتى تصل الرساله. اكيد نحن ما بيهمنا شكل بس حلو للمراه تبين انه مراه جميله جدا او لفت نظر، نحن بيهمنا شو عم بتطلع من عندها لحتى
تخدم المجتمع وتخدم الناس اللي عم بتشوفها والمشاهدين اللي عم بيشوفوها. نعم، يعني مثل برنامج ملكات كان بالفعل فيه جوانب إنسانية وخيرية. صحيح. جدا جميلة. صحيح. مش فقط كنتوا تركزوا على الجمال، ولكن في جانب خيري وفي جانب أكيد. إنساني. كنا دائما زيارات، يعني زيارات للجمعيات الخيرية، نطلع مع بعض نوزع هدايا للمسنين وللأيتام. يعني شو فينا نقدر نخدم بهالبرنامج كنا نقوم فيه. نعم جميل. طيب نتحدث عن زيارتك هنا للسلطنة. نعم. إن شاء الله راح يكون في حفل غدا بإذن الله. إن شاء الله. حفل ماسي بإذن الله، نتكلم عن هذا الحفل. والله يعني نحن بالزيارة مع المهندس أحمد بن حمد السعيدي رئيس تنفيذي لشركة المجان، يعني نحن تعاوننا، كان في أخي موجود هون، بلش التعاون يعني من هذيك الوقت، صرنا شهرين تقريبا أخي موجود بمسقط، وتعرفنا على الشيخ أحمد وصار في يعني هالتعاون الهادف من خلال الحفل الماسي. وفي صديقتنا كمان ريما أبو جمعة بنعرفها من قبل، كمان تعاوننا نحن كتيم وورك مع بعضنا. حسينا أنه يعني بدنا نعمل شيء حلو. يعني الشيخ أحمد كنا دايما يقلنا أنه نحن حابينكم تكونوا موجودين هون لحتى نقوم نحن بهذا العمل الصعب جدا. يعني المهرجان الحفل الماسي اللي هو عبارة عن في مفاجآت عديدة، في فقرات عديدة، عبارة عن حفل في كل شيء. يعني إن شاء الله بكرة حيكون حيجوا الشخصيات كلها. نحن طبعا كلها دعوات في آي بي، ما في بيع بطاقات. عملناه لحتى نثبت التعاون ما بين لبنان وعمان، هالبلد الجميل اللي أنا من أول ما فتت مبارح وصلت من المطار حسيت في شيء رائع. إلى الآن ما يعني تجولتي في أرجاء السلطنة؟ والله بعد ما وصلنا قوام على الشغل. إن شاء الله إن شاء الله. يعني الله يطول بعمره جلالة السلطان قابوس اللي عاملكم شيء تحفة. يعني هذه أنا بعتبرها بلد تحفة، الله يطول بعمره ويخلي هالشعب المميز، الحكومة وكل الناس. عن جد بدي أقول لهم يسعد صباحكم من قهوة الصباح. نحن كتير سعداء ونحن هاتفين بصراحة إكمال مشوارنا من خلال شعار السوسن العالمية وشركة المجان أيضا الدولية، أنه صناعة الحياة. يعني نحن نهدف من خلال هالأعمال مش فقط لل فقرات جمال أو فقرات تكريم. يعني في عنا بالتكريم هلأ مفاجأة لمسقط، بكرة بتعرفوها إن شاء الله يكون معنا التلفزيون أكيد. إن شاء الله. في مفاجأة كتير كبيرة يعني حيكون موجود معنا، بس ما حقولها هلأ. في إعلامي جدا بتحبوه موجود معنا إن شاء الله بالتكريم. وفي عنا فقرات متنوعة، من فقرات تجميلية وفقرات يعني في شعر وفي فولكلور، بتشوفوا كل شيء بالحفل. لا. طيب هذا الحفل ماذا يتضمن بالضبط؟ ايش الهدف من اقامه مثل هذا؟ قلت لك صناعه الحياه. يعني نحن بنحب نوطد علاقاتنا مع البلاد العربيه. نحن كلبنانيين نحن مؤسسه عالميه بتنتقل من بلد لبلد، بتختار البلاد اللي لفتت لها نظرها. انا مسقط، عمان يعني سلطنه عمان من زمان انا احلم بزيارتها. فحبينا نزورها ونزورها بهالفرصة الحلوة، إنه ما نجي ما نعمل شيء، لا بدنا نجي وبدنا نعمل شيء. فالحمد لله صار تعاون مع شركة المجان، وبعتقد العمل حيكون فريد من نوعه. يعني طبعا في عنا مفاجآت عديدة، في عنا ضيفات شرف كمان مش رح أقول، مشان هيك أنا عم حاول أمنعكم تجوا. أنا ضيفات الشرف رح يكونوا ملكات جمال، ملكات جمال لبنان، ملكات جمال. وفي عنا مفاجأة كبيرة قلت لك إعلامي كلكم بتحبوه موجود، ما رح أذكره لأنه بكرة الحفل لازم تكونوا معنا أنتم كتلفزيون. لأنه هذا العمل هو لسلطنة عمان. يعني نحن جايين لكم بنحبكم، ما عنا أهداف تجارية أبدا، والشيخ أحمد بيعرف، وطبعا نحن لو كنا هاتفين للتجارة كنا عملنا غير طريقة. نحن جايين فقط للسياحة، فقط لصناعة الحياة، ومثل ما بيقولوا دمج يعني بلدين بحب ومحبة من خلال هالحفل. نعم، يعني هذا الحفل أعتقد مش أول نسخة لكم، وإنما الحفل يقام في عدة دول، وأنتم تنتقلوا من مكان إلى مكان آخر لإقامة هذا الحفل. طيب ما هو الجديد والمضاف في هذا الحفل؟
شوفي هلا طالبيننا 4 دول نعمل لهم ايفنتس، بس انا من بعد مسقط بعتقد يمكن في عنا جاي رمضان، شهر رمضان المبارك، انا بشهر رمضان ما بعمل شيء. بعمل بس برنامج اهلا رمضان، بنلف على الجمعيات الخيريه، بنحاول نجيب مساعدات للمسنين والايتام، لانه اصبح الفقر هلا كثير يعني عنا في 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 بلاد العربيه من بعد المشاكل الأمنية والسياسية اللي إن شاء الله بتضلوا بعاد عنا أنتو. صار في لاجئين كتير، وفي في ناس ما معها يعني أبدا حتى تاكل. فنحن عنا مشاكل شوي كبيرة بلبنان والمنطقة هنيك، فإن شاء الله ما بتعيشوها أكيد. فمن خلال برامجنا كمان برمضان بنحاول نبعد عن الفرح، بنقرب شوي أكثر على الأعمال الخيرية. جميل. يعني ذكرنا أيضا من خلال إقامتكم لهذا الحفل راح تكون هناك مشاركة من قبل ملكات جمال لبنان بإذن الله. هو ضيفات شرف. ضيفات شرف. هو فعلا في تكريم شخصية كبيرة جدا إعلامية، هي البداية الحفل، هي حتكون عربون محبة ووفاء وتقدير لها الإعلامي. وطبعا بعدين في عنا قلت لك في كوكتيل يعني من الفقرات المميزة جدا، بس ما بدي أقولها، ما بدي أحرق الحفل. عرفتي كيف؟ لازم أنتوا تكونوا موجودين لتغطوا الحفل. أي طيب، المشاهد أنا بدعيكم هلا التلفزيون، المشاهد الكريم يمكن ما يكون قادر إنه يوصل لكم دكتورة، فلازم شوية نعطي بعض التفاصيل البسيطة. هلا إذا قلناها بتصير ما بعرف. شو رأيك شيخ أحمد؟ ممكن نذكر، خليها لبكره لحتى هيك ساعتها بيجي. يلا عطانا الموافقه. والله بده يشرفنا الاعلامي الكبير جورج قرداحي على الحفل، وان شاء الله حيكون تكبير يعني تكريم له من خلال شركه المجان ومؤسسه الصاصه العالميه، لانه مسقط يعني فعلا كثير بحبوه، سلطنه عمان بحبوه، وهو شخص يستحق يعني من بعد برامجه من سيربح المليون والمسامح كريم. نعم. يعني بعتقد لازم يكون في وقفة لأستاذ جورج قرداحي ونقول له يعطيك ألف عافية من خلال الحفلة الماسية. بالفعل يعني هو أيقونة إعلامية ما شاء الله. هلأ حوراء جاية أكيد صارت. أكيد جاية صرتي على الحفل. إن شاء الله راح أحضر، راح أحضر عشان أنا صراحة عبر الشاشة بدعي الإعلام يعني الإعلام بسلطنة عمان يشرفونا على الحفل، لأنه هيدا مش حفلتنا نحن. نعم. مش حفلة لا المجان ولا السوسن، هيدا حفلة بتقول نحن اللبنانيين إن شاء الله مع سلطنة عمان، نحن إيد واحدة، وإن شاء الله كلنا البلاد العربية منضل هيك بالمحبة والمهرجانات والحفلات نفرجي إنه نحن إيد واحدة، بعدنا ما في شيء بفرقنا إن شاء الله. طيب دكتورة، بما أنك أيضا كنت ملكة جمال لبنان وأنت ما شاء الله جميلة دائما، كيف دائما تتعاوني مع ملكات الجمال وأيضا تجهزي ملكات الجمال؟ وبعدين هنا ممكن نحن دائما المفاهيم اللي تكون عن ملكات الجمال فقط كشكل، ولكن أعتقد أن الثقافة يجب أن تكون حاضرة، تكون لبقة في كل الأسئلة اللي تطرح لها. والله صراحة حوراء هالاسم الجميل، بدي أقول لك الملكة إذا ما عندها ثقافة وما بتعرف تتعامل مع الناس وما عندها علم، لشو تكون عندها لقب جميل؟ يعني اللقب هو عبارة عن بس تاج بتحطه على راسها سنة. ولكن أنا كل اللي بتعامل معهم سفيرات الجمال، إن اسمهم سفيرات الجمال، يعني كل سفيرة لها رسالة، وكل رسالة يعني منهم عندها رسالة تدافع عن المرأة اللي المعنفة، وحدة عن البيئة، ملكة عن البيئة بتدافع، بتحب تهتم بقضايا البيئة، ملكة بتحب تهتم بالمسنين، ملكة بتهتم بال يعني في كتير قضايا عم يهتموا فيها الملكات، ويعملوا جولات عربية حتى يقدروا يحققوا شي نتائج. فلا سفيرة الجمال ما بتنفع إذا بس تكون هيك منظر، فنحن بنشتغل على هذا الموضوع. يعني سفيرات الجمال اللي جايين معنا بكرة كل وحدة حتقول قضيتها على المسرح، إنه هي ليش أخذت لقب جمال وشو عندها من خلال لقب السفيرة. فهيدي يعني نحن هذا مبدأنا، مش إنه كوني جميلة واصمتي، لا
نعم، يعني مثل ما ذكرتي دكتورة، أنا لاحظت أساسا من خلال حفلاتكم السنوات الماضية أن كان في فقرة أن ملكة الجمال ممكن أنها تلقي كلمة عن موضوع معين، فهل هذا إن شاء الله راح يحصل؟ أكيد غدا؟ أكيد بالفقرة الثانية إن شاء الله حتطلع كل سفيرة تحكي عن رسالتها وعن زيارتها لسلطنة عمان، وقديش الناس سعيدات يعني أنه يشاركوا هالدعوة من شركة المجان والسوسن العالمية. وعن جد يا ريت معنا وقت نزور البلد، نشوف صلالة ونشوف كل إن شاء الله. يعني عنا نحن، أنا بالنسبة لي كتير سعيدة يعني لما نزلت الطيارة، وعن جد بدي هنيكم بمطار الجديد، يعني على حظنا افتتح المطار الجديد. تحفة معمارية جدا رائعة، تحفة تحفة. يعني جيت من بيروت على دبي، دبي كمان حلوة كتير، جيت لهون كمان تفاجأت بهالتقنية العالية اللي بالمطار، فألف ألف مبروك. اسمحوا لي بارك لكم بالمناسبة. تسلمي دكتورة. دكتورة طيب، من خلال إقامتكم لهذه الحفلات، بعد الحفلة هل هناك يكون إقبال من قبل الحضور، وأيضا يكون في صدى جدا رائع من قبل شرائح المجتمع؟ والله كل بلد يعني بشكل عام، نحن قلت لك عم نعمل أعمال هادفة. هلا طبعا سفيرات الجمال حيسافروا نفس الليلة، لأنه كلهم عندهم جامعات وما عندهم وقت أبدا. أنا باقي كام يوم، باقي هيك حابة زور البلد. رح تتجولي إن شاء الله؟ أي أكيد حابة، عم بحلم يعني. بس الصبايا مضطرين يسافروا نفس الليلة لأن عندهم جامعاتهم، وباقي أنا وإخواتي نحن موجودين هون. نعم. إن شاء الله. طيب الحفل دائما يكون فقط يوم واحدة ولا ممكن أن في أيام أيضا؟ لا، هو الحفل بس يوم. يوم واحد. بكرة بس بكرة الحفل وخلص. نعم. من الساعة كم إلى الساعة؟ مش عاملين معرض، عاملين حفل من الساعة 7 للساعة 10. من الساعة 7 للعشرة. إلى الساعة 10. بس نحن مش دعوة عامة عشان ما حتى يجي حدا وما يقدر يفوت. نعم. لا، نحن دعوات خاصة يعني كلها تقريبا كلها عندها صلة بالحفل. نعم. حيكون في 350 شخص تقريبا. 300 شخص. دعوات خاصة. دعوات خاصة، يعني حفل بإذن الله رح يكون إن شاء الله. نحن قلت لك لو بدنا نبيع بطاقات كنا يمكن عملنا فلوس، وهذا نحن جايين بهدف تاني تحت عنوان صناعة الحياة، برجع بقول لك. نعم. هل هناك طيب في أيضا مشاركين آخرين رح يكونوا متواجدين؟ إيه، إجونا ضيوف من الأردن، إجونا من بغداد امبارح وصلوا كمان. في عنا مصممات أزياء كتير مشهورين من بغداد. كمان عنا من الأردن، عنا كمان يعني عنا ضيوف من الدول العربية وصلوا امبارح. نعم. إن شاء الله الجدول من البداية إلى النهاية كيف رح يكون؟ هيك صعب. فقط كذا حاجة بسيطة ما في، قلت لك فقرات تكريم وفولكلور عماني لبناني. نعم. وعدة أنواع من الفولكلور. في عنا كمان، في عنا فقرات تجميلية، في عنا يعني في فقرات تجميلية هنا بمعنى خليها. ما أنت هيك عم تحرقين الحفل دكتورة، ما راضي حأزعل منك. طيب دكتورة، نحن شاكرين تواجدك اليوم معنا. دكتورة سوسن السيد، إعلامية وصاحبة مؤسسة سوسن العالمية، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم في برنامج قهوة الصباح، ونتمنى إن شاء الله لك إقامة سعيدة بإذن الله. شكرا لكم، تحياتي لكل اللي عم بيشوفونا، لإدارة التلفزيون، على أمل أنكم تكونوا معنا بكرة، وإن شاء الله بمزيد من النجاح والتألق بقهوة الصباح إن شاء الله. شكرا. تذوقتي الحلوى العمانية؟ لا بعد. لا لا هلا لا. ولا القهوة العمانية بعد؟ لا صراحة لا، بعدني واصلة. إن شاء الله إن شاء الله، ضروري جدا أنها تتذوق الحلوى العمانية بإذن الله. شيخ أحمد، أهم شيء وأنت تتجولي في السلطنة أكيد راح تستانسي بالأجواء الجميلة، لأن السلطنة تتميز بالفعل بمقومات سياحية رائعة. بيكفي يعني نشوف هالوجوه الحلوة مثل حضرتك. وشكرا. أنا هون بس عندي توجه يعني عن جد من قلبي للوسائل الإعلام، نحن مش كل يوم حنجي. نعم. الأستاذ جورج قرضاحي مش كل يوم حيجي، وسفيرات الجمال، فبدأ الإعلام أنا بسلطنة عمان يكونوا معنا بكرة إن شاء الله. الساعة 7 بالشيراتون بإذن الله. تسلم دكتور. مشاهدينا الأحبة، الآن رح ننتقل مباشرة إلى موجز الأخبار، وبعدها إن شاء الله رح نتواصل معكم، كونوا معنا. شكرا لك.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض تقرير أداء الاقتصاد العماني ويطلع على مسار إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040. لأول مرة في تاريخها شركة تنمية نفط عمان تسند عقود صيانة كافة آبارها لشركات عمانية وبقيمة تجاوزت 800 مليون دولار. مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يشيد بدور الهيئة في تعزيز الهوية الحضارية العمانية والمحافظة على مقوماتها المختلفة. الولايات المتحدة و14 دولة في الاتحاد الأوروبي تطرد دبلوماسيين روسا على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج. مصرع أكثر من 60 شخصا على الأقل بينهم أطفال في حريق بمركز للتسوق في روسيا. نهاية العناوين مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. من جديد مشاهدينا الأحبة مرة أخرى، برنامجنا دائما يزدان بمتابعتكم الطيبة. محطتنا الحوارية القادمة إن شاء الله راح تكون عن ميزانية الأسرة وأيضا ترشيد الاستهلاك. يعني ميزانية الأسرة هي أحد أهم أسباب عدم الاستقرار، إذا حصل أي خلل معين في الميزانية الأسرة راح أكيد يكون فيها نوع من الارتباك والقلق. فاليوم إن شاء الله راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ علي بن خالد الشرجي، مستشار اقتصادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي وصباحك جميل. صباح الخير. أهلا أستاذ علي، يعني دائما نتكلم عن ميزانية الأسرة وترشيد الاستهلاك، يعني نتكلم عن العوامل المساعدة على توفير السعادة في الأسرة من خلال عمل ميزانية صحيحة. في الميزانية هذه، يعني قبل ما نجيب موضوع الميزانيات، أتوقع لها أهداف واضحة. يعني لماذا نحن نحتاج يكون عندنا ميزانية للمصاريفنا الشهرية كأسرة؟ هذه الأهداف، أول هدف رئيسي تفادي أي مطبات مالية، بحيث يكون عندنا استقرار بصورة مستمرة للسنوات القادمة، ما نجي في مرحلة من المراحل أو في وقت معين نواجه يعني أزمة مالية، لأن الأزمة المالية هذه إذا تأثر فيها الأب مثلا بقية الأسرة حيتأثروا سلبا بالأزمة هذه. فلماذا نحن نحتاج الاستقرار في ميزانية الأسرة؟ أول حاجة عشان نتفادى الأزمات المالية، لأن عادة الإنسان لما يواجه أي أزمة مالية ما راح يكون هو الشخص الوحيد اللي يتأثر بهذا، عادة بيكون عنده ثلاث أفراد أو أربعة أو خمسة أشخاص راح يتأثر بصورة مباشرة من خلال الشخص الواحد يتأثر بالأزمة المالية هذه. فلهذا نحتاج نكون عندنا استقرار في ميزانية الأسرة، هذه واحد. اثنين، نحن كمان كأسرة عندنا أهداف نريد نحققها، فلتحقيق هذه الأهداف نحتاج يكون عندنا يعني ميزانية واضحة. من خلال الميزانية هذه حتى لو فيها شوية اقتصاد في الميزانية، مقابل هذا الاقتصاد اللي معنا في الميزانية لنا أهداف نريد نحققها. فأتوقع يعني أصبحنا نعيش في الوقت الحالي إلى حاجة ماسة، عشان يكون عندنا الاستقرار نحتاج يكون عندنا ميزانية للأسرة، ميزانية مالية للأسرة. جميل. هنا نحن تكلمنا عن ترشيد الاستهلاك، هل هنا نقصد بترشيد الاستهلاك عمل ميزانية سليمة وصحيحة؟ هذا هو المطلب، هذا هو المطلب. بحيث مثلا نكون احنا لنا تقسيمة واضحة للمصادر الدخل اللي معانا. إذا هو واحد عنده راتب أو مثلا راتبين، أو عنده راتب وعنده مشروع تجاري لحقق له دخل شهري، مقابل هذا العائد ومقابل هذا الدخل عندنا موازنة ميزانية واضحة. هذه الميزانية لها تقسيمة واضحة. التقسيمة الأولى مثلا مصاريفنا الشهرية الثابتة، هذه يكون لها جزء. عندنا كمان أقساط شهرية، هذه كمان يكون لها جزء. عندنا كمان ما نسميه الجزء حق التوفير والادخار، هذا كمان جزء. فهذا الوضوح الإنسان بيكون عنده ميزانية واضحة، لكن غياب التقسيمة الواضحة
ونتعامل مع الفعل ورد الفعل. بمعنى اليوم عندنا عروض في محلات تجارية أو في المجمعات التجارية أو محل معين عمل عروض، أنا ما عمل حساب ما عملت حساب لهذه العروض، فعندي مبلغ من المال رحت صرفت هذا المبلغ في لشراء منتجات أو أغراض أو سلعة ما كانت في الخطة. نعم. ومثل ما ملاحظ الآن أن العروض والتخفيضات ما شاء الله في كل مكان، فهذا الإنسان إذا يعني انجر مرة أو مرتين أو ثلاثة أتوقع بيكون في صعوبة أن يكون عندنا ميزانية. إذا مثلا واحد انجر ولا العروض هذه مرة أو مرتين أو ثلاثة أتوقع بيواجه صعوبة أن يكون عنده ميزانية واضحة أو يقدر أنه هو إنه فعلا يكون عندنا ميزانية واضحة لكل أفراد. نعم. الأسرة يعني الواحد يقول لك مع مصاريف المنزل ومصاريف المدرسة وضغوطات الحياة والأصدقاء والطلعات وغيره، فكيف ممكن أنا أعمل ميزانية سليمة؟ ما هنا الميزة الميزانية، إذا واحد مثلا خلينا ناخذ نموذج ألف وباء، إذا بدينا بنموذج ألف عنده ميزانية واضحة وعارف بالضبط إيش المصاريف اللي عليه وكيف راح يقسم الراتب هذا. بينما إذا أخذنا نموذج باء عنده نفس الالتزامات هذه لكن ما عنده خطة واضحة. لا. فمثلا عشان يدفع فاتورة لجهة ما ينتظر الاتصال أو ينتظر الإخطار الأخير أو الإنذار الأخير مثلا على سبيل المثال. والإنسان عادة لما ينتظر مثلا الإخطار الأخير أو الإنذار الأخير يكون تراكمت عليه المبالغ، فالآن ما راح يدفع عن شهر واحد لشهر واحد، بيدفع مثلا عن شهرين أو ثلاثة أشهر. فيجي لما يجي مثلا في خلال الإنذار الأخير ويدفع عن ثلاثة أشهر طبيعي راح يأثر سلبا على بقية الأمور المالية الخاصة للأسرة. بينما نموذج ألف لا، أموره يعني أمور الميزانية الشهرية واضحة، فأقساطه نوعا ما أو المبالغ اللي يدفعها يعني متوافقة مع الراتب اللي معاه ومتوافق كمان مع الخطة اللي معاه. نعم. فنحن كلنا راح ندفع، بس الأول بطريقة واضحة وواضحة وعندك مقدرة أنك تغطيها بشكل تغطي المبالغ هذه بشكل شهري. بينما النموذج الثاني راح تدفع لكن أمور مبنية على رد الفعل، جالك الإنذار دفعت، جالك مش عارف إيش دفعت. فالأمور تحتاج نكون عندنا فعلا ميزانية واضحة. نعم. ممكن بعد نحن نحتاج بالفعل إلى طرق إيجابية لعملية الشراء، فكيف تكون هذه الطرق الإيجابية أستاذ؟ هي الطريقة الإيجابية للشراء طريقة واحدة بأمانة يعني. إيش هي؟ اللي هي أول حاجة أنا أحدد الميزانية. أيوة. يعني مثلا لو بغيت أشتري ملابس على سبيل المثال، الملابس هذا نحط ميزانية، يحط مثلا رقم مالي معين. نعم. وبناء الرقم المالي هذا حدد بالضبط أنا شو أريد. لو ما حددت الطريقة هذه مثلا بداية من المبلغ المالي وماذا أريد من الملابس هو لي أو للأسرة، بروح للجامعات التجارية ومن ثم عاد بتفاجأ أو ما بتفاجأ، بتعامل مع أمر الواقع. حاجة اللي قيمتها 10 أو الحاجة اللي قيمتها 100 ريال أو 200 ريال أو 400 ريال لو عندي المقدرة المالية بشتريها، لكن بدون ما يكون لها خطة مسبقة. بينما النموذج الأول أنا عامل ميزانية عندي مثلا ال 400 ريال هذه وأنا محتاج فعليا لواحد واثنين ثلاثة وأربعة، فبناء على الميزانية أنا بشتري الأشياء الأربعة أو السلة الأربعة هذه أو الخمسة أو الستة. بينما الثاني فعل ورد الفعل، راح السوق إيش اللي موجود، ما محدد ميزانية مسبقا، فراح يجد دائما بصورة مستمرة أنه عمل يشتري منتجات أو سلعة وفعليا مش محتاج لها. لا. بس بحكم وجود العروض والتخفيضات انجر لعملية الشراء. صحيح. وممكن بعدين من الشخص يقارن بين الأسعار بين هذا المحل وبين. صحيح. هذا المحل، ممكن يكون هذا الغرض سعره جدا مرتفع ولكن في محل آخر يكون قريب من المنتج ولكن بسعر أقل. وهذا فعلا كونه معاه ميزانية. يعني مثلا ميزانية شراء هذه السلعة أنا محدد لها 100 ريال. نعم. فبحط في المحل الأول عنده مثلا نفس السلعة هذه بقيمة مثلا 110 أو 120 أو 140، محل آخر ب 150، محل آخر 110. فبعيد حساباتي ممكن بحتاج أن أرفع الرقم من 100 إلى 150 لكن في المقابل بخفض أو بلغي بعض السلع الأخرى اللي كانت في الخطة. نعم. ولكن مثلا إذا ما عندي خطة واضحة ودفعت 150 هذه 50 الزيادة طبيعي راح تأثر على بقية الأشياء السلع الأخرى. نعم. يعني لحل ميزانية الأسرة نحن عندنا خطتين، الخطة والتخطيط. بالضبط. هذه لازم الولي الأمر أو رب الأسرة يتعامل معها بطريقة صحيحة. نعم. ولازم يكون في اللي هي نسميها الشراكة في وضع الخطة هذه. نعم. بين أفراد الأسرة كلهم،
لأن ما يمكنكم مثلا احنا من فرد أسرة من 5 أو 6 وشخص واحد هو اللي يخطط، لأنك لو خططت بدون ما تشارك الآخرين في الخطة هذه لن يتجاوبوا معاك بشكل إيجابي. لكن إذا الكل شارك في وضع الخطة، وزي ما قلنا موضوع حتى الإرشاد وموضوع أنك عندك خطة واضحة شهريا في المقابل لك أهداف، هما كمان راح يعني بقية أفراد الأسرة راح يتجاوبوا إيجابا. نعم. فلازم إحنا نشارك أفراد الأسرة في وضع الخطة الميزانية الخاصة بالميزانية المالية الخاصة للأسرة. صحيح، يعني البعض ممكن ينتظر المرتب الشهري أو الراتب الشهري فقط عشان يصرف على نفسه. أول ما يجي الراتب الشهري على طول تقول لك في نص الشهر، تقول لك كم بخلك، يقول لي خلاص باقي شوية وبفلس. موجود هذه الحالات اللي هي لغياب الخطة يعني. والخطة ما يبغى لها يعني ما لازم حتى يكون برنامج كمبيوتر، ممكن حتى من خلال جهاز الموبايل تحط الخطة اللي عندك مسودة مش مجموعة نقاط وتمشي عليه. نعم. وممكن تجد يعني مثلا شوية صعوبة في بداية الشهر الأول والثاني والثالث، لكن الرابع والخامس بتنبسط، لأن أصبحت الآن أنت متحكم في ميزانية الأسرة. بينما غياب الخطة من الصعب جدا إنك أنت تكون المتحكم في ميزانية الأسرة، لأن الغياب الميزانية من المتحكمين الآخرين بقية أفراد الأسرة. لو ما معك خطة واضحة بقية أفراد الأسرة مثلا الأولاد والأهل هم اللي بيكونوا متحكمين في هذه الميزانية بمطالبهم، وكونوا معك فلوس أنت أكيد بتدفع. نعم. أو بتطلع المبالغ هذه. هذه واحد. زي ما ذكرت أكثر من مرة أن الآن أصبحت الشركات والشركات التجارية عندهم خطط سنوية لكيف هي زيادة المبيعات. فهذه العروض لما أقول لك اشتري 1 أو 2 مجانا، اشتري الآن وادفع بعد 6 أشهر، اشتري هذا الباقة وتأخذ باقة ثانية مجانا. فبديت تصرف حاجات أنت فعليا ما تحتاجها، بس ليش اشتريت المنتجات والسلع هذه؟ إن هي كان لها عروض جيدة أو مغرية، ما قدرت نمسك نفسي أو ما قدرت إن أنا ما تجاوب معها. نعم. لكن وجود الخطة لا، أنا ما لي علاقة، مش محتاج، هذه مش موجودة عندي ضمن القائمة. نعم، جميل. طيب أستاذ، هل تؤيد فكرة إن الشخص يكون عنده حساب آخر في البنك، سيف أكاونت؟ لا، ضروري. لازم يكون مثلا، وأنا دائما أحب مثلا الراتب ينزل في بنك ألف، عمل نظام استقطاع شهري من الحساب هذا لبنك آخر، ما يكون في نفس البنك، لبنك آخر مبلغ متفق عليه، ويكون التحويل هذا بشكل تلقائي، أنه شهريا استقطع من هذا الحساب لحساب آخر، هذاك هو حساب التوفير. وعشان نكون واضحين كمان، في حساب التوفير لازم يكون عندنا أهداف واضحة. لو ما معنا أهداف، لماذا أنا أوفر، لماذا أنا استقطع من راتبي شهريا مبلغ معين أو نسبة معينة لحساب التوفير؟ لو ما عندي رؤية واضحة إيش بسوي بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات، غالبا ممكن في نص الشهر أو بعد شهرين باجي بسحب المبالغ هذه باشتري فيها سلعة أنا ما أحتاجها فعليا. لا. فحساب التوفير والادخار هذا شيء ضروري، وأنا أسميها بداية يعني هي الخطوة الأولى للمسار الصحيح، أي واحد يدور على استقرار مالي. نعم، جميل. طيب كمثال أستاذ، يعني الشخص الحين راتبه 500 ريال. نعم. كم المفروض يدخل أساساً في الحساب؟ أقل شيء هي 10% من الراتب. لأن دائماً أنا أذكر هذا المثال وهي واقع يعني، وبنظر اللي يعني بشرحها بطريقتين. الطريقة الأولى، نجد إنسان عنده اللي كمل سنتين في الوظيفة. نعم. واحد ثاني كمل 20 سنة في الوظيفة. البعض اللي كمل سنتين يعاني من أزمات مالية وعدم وجود استقرار مالي له أو للأسرة، ويدوب كمل سنتين، فنحن ممكن نقول يدوب صار له سنتين في الوظيفة فما كون نفسه لغاية الآن. نعم. في نفس الوقت نجد إنسان اللي كمل 20 سنة في الوظيفة نفس الشيء يعاني من أزمات ومطبات مالية. فلا هذا اللي صار له سنتين ولا اللي صار له 20 سنة قدر أنه يكون عنده استقرار مالي. فموضوع ما له علاقة بالفترة الزمنية كم لك في الوظيفة، هذه واحد. 2، نفس الشيء الاستقرار المالي والمطبات المالية ما له علاقة كمان بحجم الراتب أو ما هو يعني حجم الراتب. اللي راتبه 500 ريال ممكن يعاني من أزمات مالية، واللي راتبه كمان 5000 ريال عماني كمان ممكن يعاني من أزمات مالية. وغالبا للعلم فقط، وهذه يعني بحكم الناس اللي احتكيت معاهم، اللي راتبه 500 ريال عادة يصرف قول في حدود 600 أو 700 ريال شهريا عادة.
بتقول لي زيادة هذه من وين؟ من حساب الكريدت، بطاقات الكريدت، بعض المنتجات البنكية تعطيه هذا المساحة أنه يصرف أكثر من راتبه، بحيث الزيادة هذه تكون أقساط شهرياً على للرواتب أو خلال الأشهر القادمة، يغطيه خلال الأشهر القادمة. نفس الشيء اللي راتبه 5000 تجد أن مستوى معيشته ووضعه الاجتماعي عمل يصرف في حدود 8 أو 9. فدائما كلما زاد الراتب مصاريف الحياة أو مصاريف الوضع أنت عشان تعيش المكان الاجتماعية يصرف بزيادة. فالموضوع ما له علاقة، هذه النقطة بغى أوضحها، ما له علاقة بكم لك في الوظيفة، سواء لك 20 سنة، وما له علاقة كمان بالراتب، سواء راتب 500 ريال أو 5000 ريال عماني. زي ما ذكرت أن البداية الخطوة الصحيحة والخطوة الأولى لعمل استقرار للأسرة هي موضوع استقطاع نسبة مئوية شهرية من هذا الدخل لحساب التوفير. والحد الأدنى هو 10%، وطبعا الحد الأقصى والشاطر اللي عنده أهداف واضحة ويريد يحققها فعليا له ولأسرته أنه ممكن يصل لغاية 40% لاستقطاع من الراتب لحساب التوفير. نعم، يعني اللي راتبه 500 ويصرف 600 و700 ترى أنت ما قاعد يعني تحل المشكلة الحين، أنت قاعد تزيد المشكلة. أنا أعطيت الواقع. الواقع عشان نلامس الواقع، ما نقول ما نعمم البعض، يعني البعض ممكن يكون كذا بالفعل. فالبداية وين؟ البداية لو ما حل، يعني مثل الآن راح يجد نفسه أنه إلزاماته بزيادة الراتب مثلا ب200، لو استمر الحالة هذه لفترة من الزمن راح يجد نفسه يعني يقول لك الراتب ما يغطي لي مصاريف الشهرية، لأن الآن بدأ يصرف أكثر من الراتب، مش مجرد 200 أو مثلا اللي 500 صار 700، الآن ال 500 صار 800 صار 900، وفي حالات من زملائنا وأخوانا يواجهوا التحدي هذا. فالحل وين؟ مثل ما سألتي الأستاذة، الحل هو استقطاع نسبة مئوية من الراتب بحيث أنا أبدأ أغطي الإلزامات المالية اللي عندي. هذه في البداية، يعني مثلا ممكن يكون يعني مثلا كثير من الناس يقولون أو التحدي اللي عندهم لماذا ما يستقطع راتب أو لماذا لا يستقطع نسبة مئوية من الراتب لحساب التوفير، إنه ما عنده أهداف واضحة لماذا نستقطع لحساب التوفير، لماذا نحتاج لحساب التوفير. فممكن يكون من ضمن الأهداف أول حاجة نغطي الإلزامات المالية اللي عندي، لماذا نستقطع مبلغ شهري لنغطي مصاريف الشهرية اللي عندي، وغطى خاصة المبالغ الصغيرة، يعني حسابات اللي عندي تجاه الكريدت كارد، حسابات ما أخذ بعض يعني المبالغ البسيطة والقروض الصغيرة من زملائي أو من البنوك أحاول أغطيها. فهذا هو الهدف الأول. لأن طول ما عندك المبالغ الصغيرة هذه هي عم تستنزف واستقطع جزء كبير من الراتب، والتحدي اللي فيها أنه هي في نمو بصورة مستمرة. يعني مثل اليوم ممكن أخذ البطاقة الكريدت هذا يعطوني نسبة معينة مقابل الراتب، ممكن أنا أسكر الحساب أو أغلق المبلغ المطلوب وأطلب من البنك ممكن يعطيني زيادة. فزيادة هذا ممكن تكون مستمرة، يعني ممكن نصل مرحلة جزء كبير من راتبي، يعني مثلا في بعض الناس تجد أن 40% من الراتب فعليا راح يدفع قروض بنكية. وفي المقابل هذا القروض كيف أخذ القروض هذه؟ يعني في ناس استفادوا من القروض هذه وبنى له بيت أو عمل له مشروع، المشروع عمل يغطي القسط الشهري، لكن في بعض الناس أخذوا القروض هذه مقابل عبارة فقط عن السلع استهلاكية، أخذت المبالغ أخذت السلع استهلاكية، هذه صارت قيمتها الدفترية للسلع اللي اشتريتها ممكن القيمة الدفترية الآن صفر، بينما جس مستمر في عمل الدفع لهذا القروض. فأول هدف ممكن لحساب التوفير هي عملية للادخار، يعني عفوا أول هدف هي عملية أن أغطي والإلزامات المالية والقروض الصغيرة اللي عندي، هذه واحد. الهدف الثاني ممكن يكون عبارة عن شراء أرض في منطقة ممكن أبني فيها، هذه واحد. اثنين بناء هذا، يعني أنا اشتريت أرض فأبغى أبني، حتى لو ما عندي إمكانية كاملة نبنيها بالكامل من عندي وبحتاج نستخرج من البنك ما يمنع، بس جزء كبير من قيمة البناء أنا دافع، مثلا دافع بقيمة 30% من قيمة البناء كاش من يعني نقدة من عندي والباقي من البنك، أو 40% من عندي والباقي من البنك، أو 50% من عندي والباقي من البنك. ميزة التخطيط أنك أنت تبني من مالك الخاص، بدل ما تأخذ قرض يعني بناء مدته 25 سنة، أنت وفرت على نفسك مثلا من 25 سنة خلصت الفترة الزمنية إلى 15 أو إلى 7 سنوات. والإنسان اللي بيقدر أن يكون عنده مثلا خلص الفترة هذه من 25 إلى 15، بعد 15 سنة من الآن بيكون عنده إمكانية أنه يبني أو يشتري بيت ثاني. صحيح. لكن اللي عنده 25 سنة
ونفترض مثلا أنه بادي أخذ القرض هذا وعمره 30 سنة، بعد 25 سنة بيكون عنده التزامات أخرى أكبر منه، مثلا يكون الفترة هذه أولاده الآن مراحل الجامعة، مراحل التزاماتهم كبيرة، مطلوب منه مثلا أنه يساعد أولاده في موضوع مشروع الزواج، فالأسرة عمال تكبر، فصار التزامات الآن أكبر بكثير عما كانت عليه. لكن لو قلص الفترة ومن 25 إلى 15 لازال عنده إمكانية أنه هو من الدخل اللي معانا يأخذ له أو يبني البيت الثاني، واللي بدأ في البداية ودفع جزء كبير من قيمة البناء واخذ جزء المتبقي من البنك، وقدر انه هو بدل ما يكون 25 سنة يكونوا فقط 7 سنوات، يعني بعد 7 سنوات من الآن بيكون عندي مقدرة ان ابني ايش البيت الثاني. المهم القائمة طويلة، نحتاج نجلس مع يعني واحد يجلس مع نفسه ويحدد الأهداف اللي يريدها بالضبط. انا من خلال حساب التوفير بحقق هذه الأهداف. صحيح. لما يجد هذه الأهداف راح يجد انه افضله بكثير ان يكون عنده حساب التوفير ويحقق الأهداف هذه، بدل ما هو عمال يصرف مش 100% من راتبه الآن، عمال يصرف مثلا نقول 120 او 130 من الراتب. بالضبط، يعني خصوصا الشخص بالفعل اللي تو الحين بادي حياته ويكون حياته. لا عنده مسؤولية، لا عنده زوجة، لا عنده أولاد، فزين أنه يجمع شوية من راتبه، ترى راح يحل لك بعدين مشاكل كثيرة في المستقبل. نعم. شكرا لك الأستاذ علي بن خالد الشرجي مستشار اقتصادي، شكرا لك على هذه النصائح القيمة اللي قدمتها. بارك الله فيكم، وأتمنى يعني حسابات وجيوب مالية بالريالات إن شاء الله. إن شاء الله للجميع. آمين إن شاء الله. إذن مشاهدينا الآن راح ننتقل بكم إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله راح نتواصل معكم في قهوة الصباح، كونوا معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة. قبل قليل طلعنا فقرة طبخة على الماشي، لأن اليوم إن شاء الله راح نتكلم، وبعد قليل راح نتكلم عن حسن التصرف على مائدة الطعام. يعني هذا الموضوع لا تكيت، وموضوع جدا طويل. إن شاء الله اليوم راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة حياة بنت حسن اللواتية، مدربة بالتنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذة، وصباحك جميل. صباحك ورد. أهلا، دائما تعطينا كذا مواضيع جدا رائعة نحن نطرحها في برنامج قهوة الصباح. حسن التصرف على مائدة الطعام، خلينا نتكلم عنه شوية. كيف طبعاً كيف يكون الاتيكيت بالضبط في هذا الموضوع؟ على أساس ممكن تنسيتي نقطة، إنه إحنا نتكلم على الأطفال على أساس تكملة الأسبوع الماضي. نعم، دائما نقول إحنا دائما البداية تكون من داخل الأسرة، مثل ما يعني قلنا الأسبوع الماضي. فعلى الأسرة إنه دائما إن تتبع الأساليب الصحيحة واللائقة والتصرفات الجيدة في آداب الطعام، عشان الطفل يكتسب هذا الشيء، وتبتعد ابتعاد تام عن السلوكيات الخاطئه والسيئه امام الطفل، لان هذه راح ترسخ في ذهنه. خصوصا نعرف ان كثير من الاسر تعتقد ان الطفل في هذه الفئه العمريه او المرحله العمريه اللي يمر فيها انه هو لا يعي ولا يفهم. يعني فرضا احنا قلنا من سن سنتين. فالأسرة تعتقد هذا، وهذا الشيء طبعا خاطئ جدا. بالعكس، الطفل في هذا العمر بالذات يلتقط كل الكلمات والسلوكيات اللي يشوفها امام عينه. بالتالي راح ترسخ في ذهنه، وهي اللي راح تساعده ان تساعد في تكوينه الذهني والسلوكي والنفسي. نعم، جميل. طيب كيف نوصل الحين لاطفالنا اتيكيت مائدة الطعام، ان الطفل يجلس بهدوء بدون ما يعمل اي ضجيج؟ طبعا احنا دائما انا افضل انه لما نبدا نعلم الطفل او نبدا نرسخ عنده هذه الافكار وهذه المبادئ في اتيكيت المائده، دائما نستغل الاوقات المناسبه. مثلا الحين جاي قريب شهر رمضان الفضيل، نلاحظ ان ايام شهر رمضان العائله دائما تلتم حوالين المائده. يمكن الشهر الوحيد في السنه اللي دائما تقريبا بشكل يومي احنا نلتف كاسره على مائدة واحدة، تجمع عائلة. وبعدين لأنه أيام الأخرى عادة كل حد مشغول بدوامه، كل واحد دوامه يكون مختلف عن الثاني. فأفضل أنه في هذه الفترة أي سلوك نبدأ نبي نرسخه في الطفل، بالذات على آداب المائدة وأتيكيت الطعام، يكون في شهر رمضان المبارك، لأن عند القابلية. إحنا حتى الكبار إذا نريد نغير في نفسنا شيء أو عايز نتعلم شيء جديد، نشوف أنه في شهر رمضان الفضيل عند القابلية الأكثر. فالطفل في هذا الوقت طبعا هو يلتقط الأشياء، مش نجلس إحنا نأمر عليه. لما يجلس على الأكل نعلمه من البداية، يعني كيف ممكن الجلسة تكون، كيف لما يكون عندنا ضيف أنت تجلس، هذه من الطفولة نعلمه إياها، مش تعليم يعني تلقين، لا، احنا نتصرف. بالتالي هو تلقائيا يكتسب هذا السلوك، واحنا نقدر نوجهه بالتالي على اشياء كثيره، كيف تتاكل، كيف يعني كيف تاخذ اللقمه تكون صغيره او كبيره، ايش هذا يعني ايش اثره عليك كصحيا كنفسيا، كيف تستقبل الضيف اذا عندنا ضيف على الاكل، كيف احنا نتبع هذه السلوكيات خارج المنزل مش بس داخل المنزل. نعم، جميل. طيب الحين ولي الأمر كيف ممكن أيضا يعلم طفلة طريقة استخدام أدوات الطعام، اللي هي الملاعق وأيضا السكين وغيرها من الأدوات الأخرى برأيك الشخصي؟ يعني هناك أكيد في اتيكيت معين أساسا في استخدام هذه الأدوات. أكيد طبعا. ممكن نقول إحنا كنا نسوي حق الأطفال مثلا مثل سكيج صغير، نحط بالورقة A4 مثلا، نرسم الصحن، مش نعمله صحن، نعمل دائرة على شكل هابي فيس، يعني شكل مبتسم، ونحط مثل علامات أن هنا مثلا على اليمين تكون السكينة والملعقة، على اليسار تكون الشوكة موجودة. دائما طبعا مثل ما قلت من قبل أنه هو يتبع السلوك اللي يشوفه قدام الأم، كيف تاكل كيف، بس أنا أوجهها انه مثلا لازم تمسك السكينه بطريقه معينه، الشوكه بطريقه معينه، عشان كيف تقطع، كيف تاكل الاشياء، مثل الاكل اللي مثلا وجبه معينه اللي تحتاج انك تستخدم يدك فيها. نعم. كيف انك تقطع الخبز بطريقه صحيحه، وعلى طول هو يكتسبها من غير ما، احيانا من غير ما انا اعلمه هو يكتسبها على طول، بس انا اظل اوجهه، اعلمه كيف هو ممكن يساعدني في المطبخ اذا وصل لمرحله معينه، خصوصا البنت، انه تشيل الاطباق تحطها بطريقه صحيحه، تحط الملاعق بطريقه صحيحه، تستقبل الناس اذا عندنا ناس على الاكل مثلا، كيف اقدم لهم الوجبه، كيف اشكرهم، كيف استقبلهم،
هذه الأشياء. نعم، يعني حتى يمكن طريقة استخدام أدوات الطعام، ممكن العملية كيف ممكن أني أنا أحط الملاعق بعد ما أخلص من الطعام أو بعد ما أنتهي من الطعام. ممكن الطفل نقول من عمر 2 أو 5 سنوات أو 7 سنوات ما راح يفهم أو ما راح توصل المعلومة بطريقة صحيحة، ولكن ممكن نبدأ نعلمه من 11 سنة أو 12 سنة عشان أنه هو يفهم إذا أنت عملت الملاعق بهذه الطريقة ممكن أنت توصل رسالة للشخص أن الطعام ما حلو، ما حلو صح. أيوة الطعام صح. فأعتقد هذه المواضيع لازم أن احنا نتخذها بعين الاعتبار. طبعا، بس هذه حورة تكون قبل 11 سنة حتى ممكن علميا. قبل 11 سنة أكيد، لأنه هو بالذات سالفة الأكل، يعني هو كثير يحب، ممكن هذا الشيء نوصله عن طريق أسلوب معين هو يحب يستمع له، ممكن هو يحب يسمع عن طريق القصة. يعني نعلمه هذا السلوك عن طريق قصص معينة، هو عن طريق شيء هو يحب يمتلكه، مثل عنده دمية. في أطفال إذا تلاحظي عنده دمية يتمسك فيها لفترات طويلة في حياته، ممكن يوصل لفترة مراهقة الدمية موجودة. ممكن أنا أستغل هذا الشيء، طبعا هذا يعتمد على الأسر، الأسرة كيف تعرف توصل هذا الشيء للطفل، وهذا يتعلمه قبل 11 سنة بطريقة جدا صحيحة. 11 سنة يوصل خلاص في أمور ترسخ في ذهنه، يبدأ خلاص هو يتبعها في حياته العادية. نعم. طيب، أحيانا الأطفال ما يحبوا نوع معين من الطعام، ولكن هذا الطعام يعني يكون موجود وحاضر على المائدة وبحضور يعني مجموعة بعد من الضيوف، راح يعمل لك مجموعة يعني فوضى ممكن أو مشكلة، فكيف ولي الأمر يتصرف معه؟ طبعا هذه الاشياء انا اعلم اياها قبل لا اروح عند حد، ولا قبل لا حد يجيني كضيف مثلا، انه دائما اوفر له الوجبات اللي هو يحبها بالفعل، بحيث تكون مجموعه اصناف موجوده على الطاوله، انه هو ما يضطر انه يعمل لك شوشره، يصيح مثلا، يتعبث بادوات معينه، يعمل لك لفت انتباه انه هذا الشيء ترى انا ما احبه، يعمل لك اصوات مزعجه مثلا. فبالتالي انا قبل لا اروح المكان فلان لازم اعلمه انه ممكن تكون في اكلات كذا انت ما تحبها، خصوصا إذا رايحين بيت حد، إذا في البيت ممكن أنا أسوي له. طيب، يعني أستاذة كيف ممكن أوصل له المعلومة؟ والله حورة يعني هي هو طفل، يعني كيف ممكن أقول له إذا ما عجبك هذا الأكل لا تعمل لي مثلا شوشرة أو لا تعمل لي فوضى، ممكن أنك أنت تجي تكلمني. إيه، بس أنا ما بقول له بهالطريقة أنا لا تعمل لي شوشرة، راح يعملها طبعاً. إيه، لكن كيف أوصل له؟ لا، هذه الأشياء أنا أعلم لي إياها قبل. أيوة. قبل لا أنا أقع في هذه المواقف. أيوة. بعدين لا تنسي حورة هذه الأمور يبالها صبر وطولة بال من الأم بالذات، لأن أحيانا أكثر الأحيان طبعا هو يكون مع الأم، فالأم تتنرفز بسرعة، أو أن تقول أنها ما تدرك أن عادي عنده مثل هالسلوكيات، إذا سواها هو خلاص في عمر. أحيانا حتى الأم تكون في بيت حد مثل كضيفة هم ضيوف، تقول خلي هذا طفل ما يفهم، ما يكبر رح يتعدل، لكن هذا خطأ، هذا السلوك رح يتابعه يتبع معاه ليه ما يكبر. فأنا أفهمك قبل لا أروح، قبل أصلا أنا أتعزم، دائما هالسلوكيات انا اغرسها فيهم قبلها، يمكن في عمر 2 انا اغرسها، لانه هو يتعلم مني انا وابوه، اي شيء انا وابوه نسوي، اي سلوك في البيت بالذات في اداب الطعام. ولا تنسي انه في ابحاث سلوكيه كثيره طلعت مؤخرا تقول ان الطفل يتعلم اداب الاتيكيت واداب الطعام عن طريق تقليد الاخرين، بالذات الام والاب. لا. يعني ما ياخذها عن طريق الاوامر. فلازم احنا نكون كأسر جدا حريصين على هذه النقطة، يعني ما نفعل شيء ونأمر على شيء، انا اسوي شيء واقول له شيء ثاني، يعني انا اسوي شيء سلبي واعلمه شيء ايجابي، بحيث انه ما يكون عنده تناقض في الفكر، انه ليش هو كذا يسوي ويعلمني شيء اخر. نعم. فهذه الاشياء يبالها طولة بال جدا جدا كبيرة. يمكن احنا نشوفها ونلاحظها في المجمعات التجارية، الطفل يصرخ ويكون يتمدد على الأرض، يتمدد ياخذ راحته، تسوي لي يعني تسوي لي. اي، بس هذا لانه اوريدي يعني تعود انه تسوي لي يعني تسوي لي، بينما لو تعلم. في اطفال تشوفيهم يعني عمرهم 2 3 ما شاء الله عليهم، جالسين جنب اخوانهم واخواتهم وامهم بطريقه صحيحه، وقاعد ياكل وعادي يعني. وفي اطفال لا، شيء بسيط تشوفه تسدح على الارض مباشره. نعم. لان هذا ما تعلم، ما اخذ سلوك جيد من البيت، بينما هذاك لا، العكس. نعم، يعني يمكن بعض الأمهات تحب أن طفلها يكون جدا مدلل، أن هي تأكله وهي ترتبه، فهل هذه الآلية تكون صحيحة أستاذة، ولا أعود الطفل أنه هو يأكل بروحه ويتعلم بروحه؟ طبعا الآلية الأولية خطأ،
انه انا ادلل اوكي ومدلل، ما في ام ما تحب طفلها، ما في ام ما تحب تدلل طفلها، بس الدلال يكون بطريقه معينه، الدلال اللي هو انا اعلمه شيء انا اسويه له واعلمه في نفس الوقت، انه انا هالمرحله اكلك لقمك، يكون وايد صغير بس اعلمه انه هو يعتمد على نفسه، بكره لما انا اطلب منه شيء ما راح يسويه لان انا ما علمته، خلاص بالذات البنت يعني ما تتحمل المسؤولية، حتى الولد إذا وصل إذا أنا دللته ودلعته يوصل أحيانا لمرحلة الجامعية أنا ما أقدر أعتمد عليه بعد أقول ليش صار كذا، ليش صار كذا، أنا اللي دللته ما أعطيته المسؤوليات، حتى لو شيء صار بالبيت ما أقول له قوم صلح هذا الشيء، قوم إيش رأيك أنت تسوي، إيش رأيك نتشارك مع بعض في هذا العمل، لكن أنا لا لأني دللته زيادة عن اللزوم بالتالي الأثر يكون يعني الخطأ أحيانا يكون من ولي الأمر، من للأسف مش بعض الأحيان، كثير من الأحيان، كثير ودائما لأن تفكيرنا هذا أنه هذا الطفل في هذه المرحلة العمرية هو خليه يخطأ، خليه يرتكب أي سلوك خاطئ لأنه عادي، لأن هالفترة هو ما يعي ما يفهم، لا راح يكبر راح يتعلم، لا ما هذا خطأ. نعم يعني ممكن هذا الموضوع بالفعل يعني الاتيكيت على مائدة الطعام، أحيانا بعض الأطفال عن جد ما عندهم هذا الاتيكيت على مائدة الطعام، يعني ما يكون عنده بالفعل حسن التصرف أنه كيف ممكن هو يأكل بطريقة صحيحة، أو مثلا هذه الأكلات أنها تكون مناسبة له أو أكلات معينة ما تكون مناسبة له، أنها تكون أساسا مضرة على صحيح. الطفل المفروض هو يفهم ولي الأمر يقول له هذا الشيء أو هذا الأكل أنت تأكله ولكن هذا الأكل راح يكون مضر على صحتك، بس هذا يكون من الطفولة، ما أجي علم هذا الشيء عد خلاص هو صار مراهق ويطلع مع ربعه ويأكل وهذا وما أوجهه انه هذا مثلا الفاست فود في مثلا بشكل يومي هذا شيء خاطئ، ممكن ناكله في الاسبوع مره في الاسبوعين مره واحنا طالعين مع الاسره وكذا، لكن احنا نخلي الحبل على الغارب للاسف. اذا دائما اقول لك اي شيء يصدر ايجابي ولا سلبي من الطفل يكون اساسه البيت والاسره. نعم. طيب استاذه يعني كسؤال ايضا، النصائح اللي تقدميها لاولياء الامور حول هذا الموضوع، موضوع الاتيكيت على مائده الطعام. اول نصيحه اقدم لهم انه يتبعوا السلوكيات الصحيحه والجيده واللائقه امام الطفل بالذات في سن مبكره، ويبتعدوا تماما عن السلوكيات السيئه والخاطئه، ودائما يكون هم الاثنين الام والاب متفقين على هذا الاسلوب. نعم. هذا جدا مهم. طيب انت يعني كمدربه في التنميه البشريه، ايش هي السلوكيات الخاطئه اللي دائما تشوفيها من قبل الاطفال حول هذا الموضوع، موضوع اتيكيت على مائده الطعام؟ هذا الاكثر اللي الاحظه انه اول شيء يعاند على اكله معينه انه خلاص هو اعتاد عليها. ثاني شيء اللي كثير ما احبه انه دائما اشوفه في المجمعات شيء يريده وامه او ابوه ما قابلين فيه في ذاك الوقت، في العاده يعطونه بس في ذاك الوقت سبحان الله ما تدري انه يرفض يعطيه، فعلى طول يهدد الكرسي، انا شفت هذا الموقف الاسبوع الماضي. نعم. انزين ويتسدح على الارض ويصيح لك صياح ما بعد صياح. طيب الحين لازم ولي الامر يكون مطول باله ويكون عنده كثير مطول باله بالذات الام، لان هي اللي تجلس فترات طويله مع الطفل بالذات في بدايه سنين العمر، تكون واجد معه تلقمه وتاكله وهذا ما تاكلي شيء انت تحبينه. دائما هذا اللي احنا نسويه للاسف، نرتكب اخطاء كثيره يعني من خلال انه نقول هذا الطفل خلاص ما يفهم، اي شيء انا بقوله راح يسوي، وهذا خطا، هو يقلدك انت باللي انت تسويه هو راح يقلدك فيه. صحيح صحيح. شاكرين تواجدك اليوم معنا الاستاذه حياه بنت حسن اللواتيه مدربه بالتنميه البشريه، شكرا على النصائح اللي قدمتيها لاولياء الامور. حياك الله. وان شاء الله ياخذوها ايضا بعين يا رب ان شاء الله، وفي ان شاء الله مواضيع اخرى تخص الطفل اتمنى انه ان شاء الله نتناقش فيها يا رب باذن الله. مشاهدينا الاحباء نتواصل معكم في قهوة الصباح، الآن راح ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم إلى محطتنا الحوارية الأخرى، كونوا معنا. يا سفير العلم في كل العصور، يا شموخ العز في شم الجبال، احنا بين يديك صفحات وسطور، حلمنا في فلك أكوانك يدور، من معينك زاد تحقيق ومآخرك اللي تغرس فينا بذور، يثمر بوسط المحاني لك صلاة، يا سفير العلم في كل العصور، يا شموخ العز في شم الجبال، احنا بين يديك
صفحات وسطور هبلنا من فيضك الوافي حياة. يا معلمنا بأن العلم نور، أنت نور العلم والباقي صدى، فيك شفنا الأرض لا يمكن تبور، دمهم بثنا ثراها في سماء. يا سفير للتعلم للتقدم للعبور. صوت جدا رائع وجميل. طبعا محطتنا القادمة راح تكون عن موهبة الإنشاد، راح إن شاء الله نكون قريبين من هذه الموهبة بعد ما استمعنا لهذا الصوت الرائع. معنا أحمد من علي الشكيلي منشد، أهلا وسهلا فيك أحمد، وصباحك جميل معنا في برنامج قهوة الصباح. حياك الله، بارك الله فيك أحمد. ما شاء الله قبل قليل يعني الحين قاعد نحن نسمع صوتك الجميل. خلينا نتكلم عن بدايتك في مجال الإنشاد، كيف كان بالضبط؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شاكر لكم هذه الاستضافة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم إن شاء الله. البداية طبعا كانت في المدرسة، المدرسة هي مثل ما نقول دائما هي المنبر اللي يخرج المواهب، فكانت من تقريبا من الصف الأول، ما كانت إنشاد في البداية، كانت قراءة قرآن في المحافل اللي داخل المدرسة، مثلا احتفالات نهاية المدرسة، المشاركة في الإذاعة المدرسية بالضبط. بعد ذلك حسيت أن عندي هذه يعني المقدرة الصوتية وهذه الخامة الصوتية، ممكن أستغلها في شيء آخر يعني يفيدني ويفيد المجتمع كذلك. القرآن جيد، ونفس الشيء الإنشاد رسالة الإنسان ممكن يوصل منها عدة أشياء للمجتمع، فمثل ما يقول لك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فأنا كيف أقدر أوصل هذه النعمة الأكبر قدر ممكن؟ عن طريق الإنشاد وعن طريق تلاوة القرآن الكريم. جميل. طيب أحمد، يعني كيف ممكن من المنشد أنه يوصل الرسالة وأنه يطرح أيضا مجموعة من القضايا اللي تصير في المجتمع عن طريق الإنشاد؟ أن يختار الكلمة المناسبة، كذلك اللحن الجميل اللي يستساغ عند الناس. الآن الناس أصبحت تحب الشيء الخفيف، يعني ذاك سابقا كانت الأعمال تكون ثقيلة وفيها يعني خلنا نقول مقامات شرقية، الآن الناس تحب الأشياء السلسة البسيطة والسريعة بعد، والسريعة كذلك نشي سريعة الانتشار لأن عصر السرعة حاليا صحيح. فالإنسان يختار الكلمة الطيبة وكذلك اللحن الجميل، وهو يتفنن في الأداء بحيث أنه يواكب العصر، لازم تواكب العصر الآن في أي مجال كان، في الإنشاد وفي غيره من المجالات. فإحنا نحاول نوصل رسالتنا عن طريق الإنشاد بمختلف المواضيع، يعني المواضيع الوطنية، أنا قدمت في بعض المواضيع الوطنية بخصوص مثلا الأم، بيوم الأم كان الأسبوع الماضي، قدمت في أكثر من عمل وغيرها من الأعمال وغيرها من المحافل المواضيع. نعم، يعني ذكرت من خلال حديثك أن يجب من المنشد أن ينتقي الكلمة، الكلمة اللي يكون لها بالفعل يعني هدف ومحتوى حتى يوصل رسالته بطريقة صحيحة. طيب أحمد، لك أيضا مشاركات محلية هنا، تحب أنك تشارك في عدة محافل وأنشطة اللي تصير في السلطنة؟ شاركت في عدة محافل، من ضمنها كانت في مسابقة في الولاية، ولاية يعلان بن أبو حسن وطبعا من هذه الولاية، فشاركت فيها في ذيك المسابقة وحصلت على المركز الأول الحمد لله رب العالمين. بعدها شاركت في عدة مشاركات، طبعا كانت مشاركات من قبل يعني أيام التاسع صف العاشر وكذا، يعني كنت أروح حتى بالتاكسي يعني إلى مثلا إلى صور، إلى المضيبي، إلى مسقط وأرجع، يعني أنا عندي هدف وعندي رسالة لازم أتفانى عشان أني أوصل هذه الرسالة وأوصل صوتي لأكبر قدر ممكن. جميل. طيب أحمد، نحن نستغل وجودك، وإيش رأيك الآن نسمع حاجة من عندك؟ طيب إيش راح تسمعنا؟ راح أسمعكم، هو عبارة عن يعني مقطعين بمواضيع مختلفة بس مترابطات مع بعض، يعني أحاول أربطهم مع بعض. طيب تضيق فيني دنيتي وتعنى،
ويزيد حزني لا طرى اليوم طاري. كنت أحلم بقربه وكنت أتمنى، واليوم عني راح وعجز تلاقي. يا صاحبي أعذر خفوق انت عنا، من بعدكم ذاق الألم في حياته. قدرك عزيز وبعد فقدك عرفته، يا رب عيد الوصل باللي أحبه. أحن للماضي وروعة سنينه، واذكر حياتي في وصاله وقربه. والله ما أنسى ولا يمكن أنسى أيامه الحلوة معي أو ليالي. الله 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 عليك يا أحمد على صوتك الجميل. طيب أحمد، هل تحرص أيضا أنك تتعاون مع بعض الشعراء العمانيين حتى تكون لك أناشيد خاصة؟ أكيد بالطبع. طبعا سلطنة عمان يعني تضم مجموعة كبيرة من الشعراء، ما شاء الله، خلنا نقول مصطلح الفطاحل يعني. يعني عندهم المقدرة الشعرية، فأنا تعاونت مع، حتى في العمل هذا الأخير تعاونت مع الأستاذ علي الحارثي اللي عرضنا قبل شوي هذا العمل نفسي. نعم. تعاونت مع الزميل حمود السعدي وغيره من الشعراء اللي كان لهم أثر في الحمد لله وصول هذه الأناشيد للناس ولرضى الناس. نعم. هل أنت نشيط في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تحرص أنك تتواجد في مواقع التواصل يعني الاجتماعي؟ يعني لازم الإنسان كيف يقدر يوصل هذه الأعمال عن طريق مواصل، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله على اللي وجود. نعم جميل. طيب كيف ممكن أنك أنت تتابع أيضا أعمالك وتطور من أعمالك أحمد؟ أولا أحتاج أني أطور من نفسي أكثر وأكثر. أنا الآن أصعد على سلم التطور وأطمح أني أوصل للقمة، وبعدني ما زلت في مرحلة الصعود. الاستماع الكثير، تسمع نفسي، تسمع أعمال الآن الصادرة في الساحة، على أساس أنك تواكب مثل ما قلت لك سابقا، تواكب الآن الناس إيش يحبوا. يعني لازم أنت تقدم للناس، فلازم تقدم حاجة الناس تحبها يعني. فالسماع الكثير، متابعة الأعمال الفنية الآن الصادرة في الساحة الفنية. نعم، أنت ذكرت أنك ممكن تتعاون أساساً مع شعراء عمانيين حتى يكون عندك أناشيد خاصة. بالنسبة أيضاً للتلحين والتوزيع، هل أنت تلحن بروحك الأمشودة ولا تكون هناك في مساعدة أخرى أيضاً من قبل أشخاص آخرين؟ هو التلحين موهبة مثل ما هو الإنشاد موهبة والشعر موهبة. نعم. ففي بعض الزملاء عندهم هذه الموهبة، موهبة هي التلحين، فأنا أتعاون معهم. نعم. مثلا سيف الغرابي وزميلي هذا اللي لحن العمل الأخير إسماعيل الحديدي، أقصد ثابت الحديدي عفوا. نعم. وغيرهم من الأشخاص اللي عندهم هذه الموهبة واللي ممكن أن يمحور لك الكلمات إلى لحن جميل. جميل. طيب تسمعنا حاجة الحين؟ طيب يلا نسمع. بما أن الأسبوع الماضي كان يوم الأم، نقدم حاجة عن الأم. يلا يا نبع الحنان، يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت أغلى من العيون. إيه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك. يما من سواك ولا أبد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير، والله إني لك أسير. حبك في قلبي كبير وانت لك قلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي. يا بلسم شفاي، يا احبك للجنون. الله الله عليك. طبعا عذر، انا مزكم يعني. لا لا، صوتك جميل ما شاء الله. يا احمد احمد، كيف ممكن انك انت تروج لاعمالك وايضا الاناشيد اللي تعملها؟
والله حاليا احنا نشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الان حلقه الوصل ما بين المنشد او صاحب الموهبه وبين الجمهور المتابع. نعم. فعن طريق حساباتنا، عن طريق يعني وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق قناتي في اليوتيوب. عندك قناه في اليوتيوب؟ عندي قناه في اليوتيوب. نعم. تنزل كل اعمالي. ايه، كل فيها كل اعمالي. جميل جميل. طيب أحمد، يعني هل هناك أيضا عندك زملاء يتابعوا معك موضوع المونتاج لبعض الأعمال اللي تعملها؟ أكيد بالطبع. عندي زملاء كثيرين ما شاء الله، يعني من مهندسين ومصورين وكذا. مهندسين الصوت طبعا. أكيد بالطبع، يعني ونفسي ما أنسى استشارتهم و يعني ما استفاد من خبرتهم. لا. بخصوص هذا العمل الأخير اللي عرض يعني على الشاشة. نعم. هذا تعاملت فيه مع المصور حسان المسروري. طبعا هذا العمل كان، خلنا شوي نتحدث عنه. عمل كان بمناسبة يوم المعلم. بتنظيم من مدرسة جعلان للتعليم الأساسي تحت إشراف الأستاذ أحلام الشحيمي. نفس الشيء كلمات الأستاذ علي الحارثي وأدائي. العمل يعني الحمد لله لاقى رواج كثير يعني عندنا في البلد وفي السلطنة، يعني ما بين الجمهور المتابع للساحة الإنشادية. جميل. فأوجه لهم تحية على هذا العمل، حقيقة عمل يعني من أرقى الأعمال اللي أنا اشتغلت فيها. نعم، يعني مش فقط اعتمد على الصوت، وإنما الصوت والصورة. أكيد. اعتمد على الاثنين. ايه نعم. لتوصيل رسالتين. أكيد بالطبع، كانت فكرة جميلة أصلاً. نعم، هل لقى أيضاً إقبال من قبل أكيد متابعينك؟ أكيد أكيد بالطبع، أكيد يعني الكل حقيقة يثني على هذا العمل. نعم. الحمد لله، لأنه كان عمل متكامل. في تصوير جميل، إبداع من المصور والمخرج حسان المسروري، وجه له تحية، ومتابعة من أستاذة. ونفس الشيء كان عمل متكامل، تصوير أداء وبراءة الأطفال كانت في الفيديو كليب. جميل. نعم بالطبع. طيب ممكن نسمع كذا مقطع بسيط؟ إن شاء الله. يلا نسمع. يا سفير العلم في كل العصور، يا شموخ العز في شم الجباه، احنا بين يديك صفحات وسطور، هب لنا من فيضك الوافي حياه، حلمنا في فلكك وانك يدور، من معينك زاد تحقيقه، وما خيرك اللي تغرسه فينا بذهور، يثمر بوسط المحاني لك صلاه يا سفير العلم. الله الله عليك يا أحمد، شاكرين تواجدك اليوم معنا أحمد بن علي الشكيلي، منشد موفق إن شاء الله في مجالك. أشكركم كذلك على الصلاة ومشاركة، تشارك حتى في المحافل الدولية خارج السلطنة بإذن الله. بإذن الله، لكم جزيل الشكر. بارك الله فيك. أحسنت. شكرا. إذن مشاهدينا الأحباء، كذا نحن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. دائما نقول لكم كونوا إيجابيين، كونوا متفائلين، وأيضا كونوا مبتسمين وين ما كنتوا. تابعوا برنامج قهوة الصباح، وأيضا شكرا لكل العاملين الذين يكافحون من أجل رقي وازدهار عمان الحبيبة. نتمنى لكم نهار سعيد وممتع. تقبلوا تحياتنا وأيضا تحيات مخرج البرنامج عيسى الصبحي. إلى اللقاء.